تفضل عادل الخرافي. رجاء من أعضاء اللجنة يوم الأحد القادم هو الاجتماع لهذا الموضوع عشان نحسمه في الجلسة القادمة، فأنتوا طالبين أسبوعين الأحد القادم الساعة 12 نرجو حضور الجميع لنقاش هذا الموضوع. شكرا. تفضل أخ نبيل. شكرا الأخ نبيل ينبه على الصلاة. يزاك الله خير. هذه وايد أفضل من التراث. بس بدخل بالقانون وبرفع الجلسة طالما أن عندنا